اهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذه 93 سينو تسمعوا فينا على 3W.radiohaitfm.net في سانتي 5.5 المجازين كل يوم من الاثنين حتى للجمعة من 9 حتى ل 11، 120 دقيقة من التحقيقات والحوارات العلمية والطبية بالأساس. سانتي 5.0. كثافة الثدي والأورام الحميدة يزيدان من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا مش يكون موضوعنا في كواد 9 سانتي. كواد 9 سانتي. تواجه النساء اللي يمتلكن أذى لها أجزاء كثيفة أو هؤلاء الذين يعانين من أمراض ثدي الحميدة خطرا متزايدا للإصابة بسرطان الثدي في المستقبل. وتقول دراسة نشرت في دورة راديولوجي أن هؤلاء يجب أن يستفدن من استراتيجية فحص الموموغرام المخصصة لاكتشاف المبكر للأورام. ويشير مرض الثدي الحميدة إلى أورام الثدي غير السرطانية أو إفرازات الهلم، وهي حالة شائعة يمكن أن تؤثر على كل من النساء والرجال. وأظهرت الأبحاث أن كثافة الثدي وأمراض الثدي الحميدة من عوامل الخطر القوية لسرطان الثدي، لا يعرف الكثير عن التأثير المشترك لعوامل الخطر. ويقول باحثون أنه على الرغم من أن أمراض الثدي الحميدة ليست سرطانية أو مهددة للحياة، فإن النتائج جنبا إلى جنب مع الأدلة مع النتائج السابقة تظهر أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. وكان خطر الإصابة بسرطان الثدي 3.2% لدى النساء ذوات الأذى عالية الكثافة، وكان هذا أعلى بكثير من 1.36% لدى النساء ذوات أنسجة الثدي الدهني. وزاد عامل الخطورة مع خطر الإصابة بسرطان الثدي عند مقارنتها بالنساء اللي الأذى غير الكثيفة والنساء المصابات بأمراض الثدي الحميدة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن النساء اللي عندهم أنسجة ثدي كثيفة ولديهن أيضا تاريخ من أمراض الثدي الحميدة قد يستفدن من نظام فحص المصمم للكشف عن سرطانات المبكرة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات الفوق الصوتي. كانت هذه كواد 9 سانتي بالنسبة لليوم.